احنا معانا على التليفون دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزاره التعليم العالي. اهلا بك يا دكتور عادل. مساء الخير استاذ يوسف، تحياتي استاذ اشرف. مساء النور يا فندم. والله يعني احنا من كم فرحتنا باللي بيحصل في الجامعات الاهليه، يعني مش عارف هبدا منين ولا منين، بس خليني هبدا بسؤال استهلالي يا دكتور عادل، الا وهو واحنا لو صح كلامي يعني واحنا بنصمم، انا قلت واحنا كده باعتباري واحد من ضمن الناس يعني بس كمواطن، احنا كدوله واحنا بنصمم النموذج بتاع الجامعات الاهليه في مصر، حضراتكم وانتم بتصمموا الموديل ده، كان ايه اللي قدامكم؟ ايه اللي شايفينه؟ هل احنا بنحاول نستنبط او ناخد شيء ما موجود في الجامعات بتاعه بره ونعدل عليه، ولا هناخده زي ما هو وهنشتغل عليه ونبدا نتطور سنه ورا سنه شيئا فشيئا؟ إيه اللي كان في المخيلة وقت تصميم نموذج الجامعات الأهلية في مصر؟ النموذج حضرتك هو فلسفة الدولة بشكل كامل، النظر لما يحدث من تطور مذهل في حركة التعليم العالي في العالم، كبرى الجامعات الأجنبية النهاردة زي ما أشار دكتور أشرف لها شراكة مباشرة مع الجامعات الأهلية، والحمد لله دي سمة في كل جامعات مصر حاليا الأهلية والحكومية أيضا والخاصة. الحاجة الثانية حضرتك هي هذه المجتمعات الجديدة، لو لاحظت حضرتك جامعة الملك سلمان، جامعة الجلالة، المنصورة الجديدة، العالمين، الموقع الجغرافي له رؤية وهدف وفلسفة الدولة. ولو كملنا حضرتك المنظومة أيضا في الجامعات الحكومية، تنظر للجامعات الجديدة في مطروح وفي الوادي الجديد، وعندنا طبعا العريش وفي جنوب مصر، ده معناها أن كافة الرقعة الجغرافية في ربوع الوطن تغطى بالجامعات. فلسفة الثالثة، حاجة المهمة جدا، الجامعات ذكية لتضاهي أيضا الجامعات الأجنبية المرموقة في العالم. الحاجة حضرتك المهمة، دور الجامعات في تنمية المجتمع المحيط. يعني هتنظر حضرتك للمجتمع للأربع جامعات الأهلية والجامعات أيضا الحكومية في المناطق الجغرافية المختلفة الجديدة، وترى واقع هذه الأماكن والمناطق بعد سنوات معدودة من إنشاء هذه الجامعات، ستجد حركة تنموية شاملة في هذه المناطق الجغرافية. بيتكلم حضرتك على حاجة مهمة جدا، استجابة هذه الجامعات لمتطلبات العصر على مستوى احتياجات السوق المحلي والإقليمي، وأيضا النظر لاحتياجات السوق الدولي. حلو. النهاردة بنتكلم حضرتك على جامعات ذكية، على تخصصات فريدة، الهدف من ذلك نظرة المجتمع المصري لاحتياجاته أولا واحتياجات السوق الإقليمي والسوق الدولي. كل هذه الأهداف اترجمت في جامعات ذكية في مناطق جغرافية هدفها تحقيق تنمية شاملة، هدفها أيضا أن احنا نخرج خريج يلتحق بسوق العمل، ونبدأ تدريجيا نقلل الأعداد في التخصصات التقليدية لصالح تخصصات عصرية حقيقية تخدم كل مؤسسات الدولة، وكما ذكرت حضرتك أيضا السوق الإقليمي والدولي. أنا النهاردة دكتور عادل أقدر أقول للأب والأم المصريين والعرب وبالتأكيد الأفارقة إنه مفيش داعي تطلع أوروبا أو تطلع أمريكا، أنت هتلاقي نفس مستوى التعليم والشهادة والتقنية موجود عندي هنا في الأربع جامعات المصرية الجديدة؟ بالتأكيد. أقول لحضرتك لما بنتكلم على نوعية الجامعات اللي الجامعات الأهلية عاملة معها شراكة، هي جامعات ذات تصنيف دولي مرموق. حاجة تانية، برامج مهم جدا، لما بتكلم حضرتك عن الطالب في القارة الأفريقية، طالب في المنطقة العربية، منطقة الشرق الأوسط عموما، هذه البرامج الدراسية خصصا، وعايز أقول لحضرتك تم الاستفادة من علماء مصريين داخل مصر وفي أيضا موجودين في كبرى الجامعات الدولية، والحمد لله بيساهموا معنا في تدريس العديد من المقررات في الجامعات الأربعة. وبالتالي تم تصميم هذه البرامج الدراسية على أساس هذا الاحتياج العصري خلال الفترة القادمة. بنتكلم على طلابنا الوافدين، النهارده منظومة حضرتك الوافدين في التعليم العالي، احنا بنتكلم على مضاعفة هذا العدد خلال السنوات السبع الماضية.
كنا في 2014 بالنسبة للطلبة الوافدين، والنهاردة بنتكلم على إجمالي 102 ألف طالب بيدرسوا في جمهورية مصر العربية في مؤسسات التعليم العالي المختلفة. هذه الطفرة في أعداد الطلبة الوافدين اللي بيدرسوا سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا لم تأتي من فراغ. الدولة دعمت إنشاء جامعات جديدة، دعمت البحث العلمي، حدثنا من لوائحنا الأكاديمية، شراكات مع جامعات أجنبية مرموقة. كل هذه المنظومة أدت إلى زيادة ومضاعفة هذا العدد من خلال أيضا منظومة ذكية في وزارة التعليم العالي تعاملت مع الطالب الوافد بروح العصر وإمكانيات العصر، وكافة التيسيرات الإلكترونية الممكنة تم تيسيرها للطالب. إذن تيسير في الإجراءات من ناحية، برامج دراسية جديدة، جامعات ذكية، الترجمة لذلك هو زيادة أعداد الطلاب الوافدين. لما حضرتك بتتكلم عن طالب وافد بيدرس في جمهورية مصر العربية، ده قوة مصر الناعمة في التعليم بتتأكد وتدعم. بنتابع سياحة تعليمية في مصر بالتأكيد، هؤلاء الشباب لما بتخرجوا ويرجعوا بلدهم بالتأكيد تظل مصر بالنسبة لهم لها مكانتها التاريخية والرائدة. أكيد أكيد، أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور خالد، ونشكركم جميعا على هذا الجهد. كل الشكر ليك يا دكتور خالد. دكتور خالد عبد الغفار المتحدث باسم آسف دكتور عادل عبد الغفار، قلت دكتور خالد أنا في دماغي دايما الخلط. دكتور عادل عبد الغفار متحدثا باسم وزارة التعليم العالي، وشكر موصول أيضا لدكتور خالد، شكرا جدا.